حدثنا سعيد بن تليد حدثنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركيه كاد يقتله العطش اذ راته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به